السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. اليوم أنا أحب أقدم نصيحة لأصحاب التأشيرات الجديدة أو الذي خرجوا خروج عودة وما قدروا يرجعوا، إنهم ما لقحوا، لأنهم ما عندهم توكلنا، ما لقحوا من قبل في السعودية. طبعا الآن وزارة الصحة نزل رابط جديد الذي هي الاستمارة حق الحجز، إنك تحجز تلقح. طبعا في خيارين، أنت بتعبي بياناتك، في خيارين، في خيار استرزنكا اللي اكسفورد الذي قد اخذ القرعه الاولى خلاص، القرعه الثانيه يحجز اكسفورد، يعني نفس القرعه خلاص. انا اتكلم عن الذي عدو ما لقح، الذي عدو ما اخذ قرعه اولى، الذي الان عدو معهم تاشيره جديد او عمل خروج عوده وهو ما عنده ما لقح ابدا، لما يعبي الاستماره يختار لقاح جونسون. طبعا لقاح جونسون قرعه واحده فقط، لكن الاول اكسفورد البريطاني هذا يخليك لازم القرعه الاولى وتنتظر شهرين وبعدين القرعه الاولى. فالكل الذي ما قد لقح ابدا، والذي يحب يلقح مثلا لزوجته، والذي يحب يلقح لواحد من اهله بيدخل السعوديه، يختاروا جونسون. جونسون واحد احد اللقاحات المعتمده في السعوديه، وتلقح لقاح واحد. طبعا الان بدقي حوالي 500 ألف لقاح من جونسون مقدمه من واشنطن من امريكا لليمن كمساعده، وبيجي القرعه الثانيه من لقاح اكسفورد. فالذي لسه ما اختار نصيحه انه يختار جونسون، علشان اذا لقح جونسون 14 يوم خلاص تحصل على الشهاده الالكترونيه وتدخل السعوديه بكل اريحيه، يعني بعد 15 يوم. فهذه النصيحه انا حبيت اقدمه لكم، للذي مش عارف ولا هم مفكر فيها، اختاروا جونسون. هذا اللي حبيت اقدمه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.